غسلنا الخضرة وخليت فلفل أخضر وطماطة وبطاطا ما قشرتها، وهسه راح نتبلها. عندي البتيرو سيزنينج فيجيتابل سيزنينج استعملت من هذا، راح نخلي من هاي عليها، وراح نخلي ملح وزيت زيتون، وننتقل للخطوة اللي بعدها. هنا خليت زيت زيتون، وراح اخلي زيت نباتي حتى لا يحترق زيت الزيتون، وراح نخلي فلفل اسود، ثوم باودر، بابريكا، وراح نخلي توابل دجاج من ذكك، طعمها كلش طيب يخبر. واذا ما متوفرة عندكم تستعملون اي توابل دجاج متوفرة عندكم، وملح. وننتقل للخطوة اللي بعدها. هسه راح اخلي شوية خل ابيض، راح اوزع الخلطة على الدجاجة. اخلي الفرن على 450، واغطيها اول شي بورق زبدة، وبعدين اغطيها بالفويل وندخلها للفرن. قبل ما تستوي راح نشيل الفويل والبارشمنت بيبر حتى تاخذ لون، ونشوفكم بالنتيجة النهائية. بعدين غطيتها بفويل وراح ندخلها الفرن. راح نشيل الغطا، هاي استوت صار لها ساعة حتى تاخذ لون، نشوفكم بشكل نهائي. وايضا طبخت تمن احمر ويا الاكلة مالتي اليوم. طبخت التمن على طماطم فريش ولحم الباك ريب، وهسه راح نصب ونشوف اكلتنا شلون راح تطلع لهذا اليوم. نتيجة نهائية وطلعت بهالشكل هذا. اتمنى تكون عجبتكم الوصفة، هسه راح نقدم.